اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده الاكل مصري ولكن بطعم تاني. القلقاس بنعمله بطرق كتيره قوي، نعمله صينيه، نعمله يخلي، نعمله احمر، نعمله ابيض، نعمله بالطشه، يتعمل بالخضره بتاعه المحشي اللي هو الثلاثي المرح، بقدونس، كزبره، شبت. انا مسميهم الثلاثي المرح لان هم دولت في اي اكله سواء محشي صينيه محشي كرومب او محاشي مشكله او القلقاس بيدي طعم وفليفر لطيف جميل جدا. معانا النهارده السبانخه ونجيب السلق، وهي طبعا ورقه السلق بتبقى عريضه. ايه الفرق بين ورقه السلق وورقه السبانخ يا شفيق؟ ورقه السلق بتبقى عريضه وخضره، ورقه السبانخ صغيره وخضره، خضار داكن. ده الفرق بين الاثنين عشان لما نشتريهم من اي محل بتاع خضار. معانا النهارده متبل لطيف جميل جدا من المطبخ الشامي اللي هي البقسماط بالطحينه. هنعملها ازاي مع اللوز والجوز؟ هنشوف نعملها مع بعض. معانا عين جمل مطحونه وطحينه، هنشوف نعمل طبق متبل ازاي بالجوز. الحلو النهارده مطلوب مننا من خلال السوشيال ميديا كيكه الكاكاو باللوز لأطفالنا والطلاب اللي بيذاكروا والتلامذة واللي بيجتهد. اللوز بيعلي أوميجا 3 والكاكاو طبعا بيخلي الموت حلو، فنعمل كيكة بتجمع ما بين الاتنين اللوز والكاكاو. أنا مش عايز أطول حضراتكم لأن عندي تفاصيل كتيرة ومش عايز أضيع كلامه، بس عدينا ننفذ العمل النهاردة مع بعض مع طعم تاني، صينية القلقاس باللحمة والخضرة. معانا كمان متبل جميل جدا باللوز اللي هو عين الجمل وكيكة الكاكاو باللوز. يا صباحو لوز، اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل للتفاصيل الصغيرة، ولكن طبعا بتشوف المعنى كبير في تفاصيل الأكلة. يعني ايه اللغز اللي بتقوله ده يا شيف؟ يعني لما تشتري حتة لحمة من عند الجزار جيبها حتة لحمة ملبسة عشان لما تعملي طاجن خضار يبقى طعم طاجن الخضار حلو، لأن الدهون اللي موجودة ما بين جزيئات اللحم وشرايين اللحم ونسيج اللحم بتدي طعم لطيف وجميل غير السمنة وغير الزبدة. احنا معانا صينية القلقاس باللحمة مقاديرها على الشاشة، هنبدأ بيها لأن اللحمة عايزة وقت كبير عشان تستوي. معانا لحم كندوز حتة ملبسة بيت كلاوي لطيفة وجميلة، معانا قلقاس الاتنين سليم ومتقطع جاهز، وهنقول لك أسرار تقطيع القلقاس وتقدري تحفظيه في التلاجة ازاي بما انه خضار شتوي. معانا الثلاثي المرح، معانا بقدونس، كزبرة، شبت، ومعانا ورق سلق لطيف وجميل. والشتاء وفصل الشتاء يميز بتواجد الخضار فيه بأشكاله الطبيعية الجميلة الحلوة. تعالوا شوفوا هنعملها مع بعض ازاي. معايا طاسة شديدة الحرارة على النار، المادة الدهنية اللي هستخدمها معلقة زيت زيتون لتحمير البصلة مع اللحمة. حلو الكلام؟ مش هنكتر كمان. حلو قوي. ونبدأ ان احنا نحمر اللحمة دي مع بصلاية حلوة كده زي لطيفة. الطبيعي ان معايا حلة على النار بتغلي كل يوم، صديقتي اللي بيبقى معاها بوكيه جرنيه من الجزر والكرفس والبصل. خلاص احنا حفظنا دي يا شيف، اصبحنا دلوقتي بنخش المطبخ اول حاجة بنعملها إذا نخش المطبخ نعمل أكل. وعلى فكرة مش لازم تعملها كل يوم، بتعمليها مرة مثلا وبتبقى عندك في على عين البوتاجاز أو جوه المطبخ. خلصتي بتاخدي البيون بتاعها ده والشوربة بتشيليها في التلاجة تستخدميها استخدامات كتيرة، يعني زي اللي موجودة معايا دلوقتي أنا بعملها. مخرجنا الجميل فرسان التلفزيون المصري، حلة بتغلى على النار دي معانا كل يوم. ببدأ بيها زي الفل كده، أنا معيش أي مكسبات طعم غير دي. املي ومستقبلي مع ايه؟ حله الخير. شويه بهارات من الحبهان، الورق اللورو، الهيل، جزر، كرفس، عندك جوانح فراخ حطيها فيها، عظمك السلسله بتاعه الفراخ حطها فيها، عندك شويه عظم حطيها فيها، بابيون عندك يغلي مره واثنين وثلاثه. خلصت المطبخ بتصفيه وتشيليه في الثلاجه او بتقسميه في اكياس وتحطيه في الديب فريزر. هو الكلام وكلامه واضح، يعني ده بيغنيك عنك تجيبي مكسبات طعم مش عارفين متجهه ايه وتفاصيلها ايه ومكوناتها ايه. دي طبعا صحيه 100%. البصلية بتتحمر زي الفل، بننزل باللحمه معانا زي الفل اهيت. يا ميرفت ازاي؟ ازاي حضرتك؟ نعمه والحمد لله، كل سنه وانت طيب. وانت طيبه يا ست الكل. ممكن اعرف طريقه عمل شوربه الكرنب؟ شوربه الكرنب، يعني شوربة الكرنب مرتبطة بالكرفس، نقول لك بتتعمل ازاي؟ أكيد حضرتك عاملة كورس تخسيس. ألو؟
ماشي. شوربه الكرومب دي سهله خالص، بتجيب الكرومبه، في كرومب افرنجي وفي كرومب بلدي، اللي موجود يسد مفيش مشكله، بيتقطع يا ست الكل، وعندنا كرفس وعندنا بصل وعندنا توم، بنحمر الكرفس والبصل والثوم كلهم مع بعض، بناخد الكرومب بنقطعه مكعبات صغيره او بنقطعه جوليان رفيع، وفي الاخر بنحط كله مع بعضه، وبعد ما يستوي زي الفل في طريقتين للتقديم، يا اما ان احنا بنخلطها وبنضربها بالهاند ميكسر بتاعنا، او ان احنا بنقدمها زي ما هي بتفاصيلها، يبقى الكرفس مع البصل مع الكرنب. حته اللحمه لطيفه، شميت ريحتها اول ما شمت ريحه النار، ريحه لحمه طازه، شفت لونها اتغير ازاي؟ ايه الحلاوه دي؟ اه الله، انا عارف انك بتحب الحاجات دي يا شفيق. شفت انت حته اللحمه في الحله ازاي؟ اهي مع البصلايه مع التوم اهو زي الفل. انا مش هنزل باي بهارات خالص على اللحمه دي، هخليها تستوي كده، تاخد الصدمه دي كده اهو، التحميره دي كده بالشكل ده كده. الله الله، ايه الحلاوه دي اهو. وعندي البوكي جرنيه بتاعي، خسرت حاجه على الاقل ضمنت ان فيه اه، باخد من هنا كده يا ويلي. الله الله على الريحه الحلوه، هو ده هو ده. واسيبها تستوي اللحمه دي يا عم الشيف، ونشوف ايه اللي عندنا على اللحمه ما تستوي. عندنا كيكه بالكاكاو واللوز يا استاذه ريحب، نستاذن حضرتك نشوفها علشان نبدا ان احنا نخليها في الفرن تاخد وقتها من السوا. ايه عباره عن ايه يا عم الشيف؟ مقاديرها كالاتي: معانا لوز مطحون، حلو، نحمصه يا شيف؟ لا، عايزينه من غير تحميص، يعني ما تشتريهوش من المحمصه، اشتريه من عند حد بتاع مكسرات او توابل. انما تشتريه من المحمصه هتشتريه طبعا متحمص. لوز متقشر مطحون، او تجيبيه سليم وتقشريه وتطحنيه. وكاكاو 4 معالق من الكاكاو او نص كوب، 3 بيضات، 2 كوب دقيق، نص كوب من الزيت، فانيليا، بيكنج باودر، الماده الرافعه الجميله الحلوه، والحليب 1 كوب، السكر 1 كوب. اللحمه هنا خلاص خدت عدلها، بنسيبها على النار ونغطيها عشان نكسب وقت تستوي. آه، حته لحمه حلوه للامانه، شميت ريحتها اول ما شمت ريحه النار وخدت الصدمه، بسيبها زي الفل كده واغطيها. يلا مع السلامه. تعالوا نشوف هنعمل ازاي كيكه اللوز بالكاكاو. حاضر يا فندم. اه زي الفل، انا باخد بس السلق كده واخليه. تعالوا شوفوا هنعملها مع بعض ازاي. حلو قوي. اول حاجه بعملها مقادير الكيكه على الشاشه، بساطه سهوله مرونه، تكتبيها ورايا على السريع: لوز مطحون، حلو قوي، كاكاو نص كوب، ومعانا كمان زيت نص كوب، سكر 1 كوب، حليب 1 كوب، 3 بيضات او 4 بيضات صغيرين، مع 2 كوب دقيق، مع بيكنج باودر، معلقه، والفانيليا. تعالوا شوفوا نعمل الكيكه ازاي باللطافه والجمال. حلو قوي. ومعانا القالب اللي احنا هنحط فيه مقدار الكيكه بتاعتنا اللي هي باللوز. كيكه اللوز مطلوبه علشان اطفالنا الحلوين والطلبه اللي بيذاكروا، واحنا دلوقتي في ايام التركيز والامتحانات، يبقى احنا نعمل حاجه حلوه تغذي ولادنا وتديهم طاقه، وفي نفس الوقت تخلي مزاجهم حلو قوي. قاعده المغذي بتقول ايه في حاله خفق البيض؟ فاكرين ولا ناسيين؟ ان انا لما اجي اخفق البيض بحط عليه السكر، بيساعد على سرعه خفقانه جيدا، ويعطينا القوام اللزج الجميل. اه دول 4 بيضات، حلو كده. اه فرصه بحط عليهم شويه فانيليا واحط عليه السكر. اشيل دي من هنا يا فندم؟ اه اخد هنا واشتغل. حاضر يا فندم. يا مدام زينب ازيك؟ يا اهلا يا شيف احمد، كل سنه وحضرتك طيب. الحمد لله رب العالمين، واسره مصبير بخير وحب وسعاده. الله يبارك لك يا ست الكل. الو. ايوه، وسنه سعيده عليك يا شيف احمد، على كل الساده المشاهدين يا ست الكل. الله يبارك لك، عمريني.
ربنا يخليك. انا بس كنت عايزه اقول لابن بنت خالتي خليل انور، ايوه الحمد لله على السلامه، هو طلع من المستشفى، وابن بنت خالتي ساميه، اقول له يا حبيبي نورت الدنيا كلها والحمد لله على السلامه، وبنشكر حضرتك وبنشكر القناه، اسره القناه الاولى، وكل سنه وانتم طيبين. وانت طيبه يا ست الكل، والحمد لله على سلامتك يا رب، ويشفي كل مريض. اشكرك يا اختي. خدنا دول كلهم مع بعض، حطينا البيض مع الحليب والزيت والسكر، حلو قوي. معانا خلاص حطينا الفانيليا، انا بس بركب المواد السائله كلها مع بعضيها. انا عايزك تعملي كيكه حلوه كده، لان في اسئله كتير على السوشيال ميديا، الكيكه بتهبط مني يا مغازي اعمل ايه؟ فطبعا دخلت عايد على كل الحبايب اللي بيتابعونا على السوشيال ميديا، فلقيت اسئله كتيره للامانه، وانا دايما بتابع يعني مع انشغالاتي ايا كان، ولكن لن اتنازل ولن اتهاون في متابعه حبايبي ومشاهدينا على خلال السوشيال ميديا. حلو الكلام؟ اه. بتهبط ليه؟ انت ممكن تكوني بتعملي المكونات دي كلها بالتفاصيل، مش بتسيبي ثغره، بس في حاجه صغيره كده بتفوتك او بتعديك او بتسقط منك. ايه هي؟ البيكنج باودر بتشتريه من شهرين ثلاثه اربعه، بالمناسبه من رمضان عندك موجود في الثلاجه او في الدراج بتاعه المطبخ، بتشوفي وتشيكي على البيكنج باودر. اشيك عليه ازاي؟ انا اشتريت مثلا او حاطه شويه علبه تاريخ الصلاحيه، الحاجات دي كلها. اول حاجه بتعمليها، عشان لو انت متاكده ان البيكنج باودر بقى له وقت كبير عندك، بتحطيه في كوبايه زي الفوار كده، وتحط عليه ميه عاديه، فار معاك البيكنج باودر، اعرف ان هو بخير وسلام وهيشتغل صح. ما فارش، اعرف ان هو تاريخ صلاحيته انتهى، او في رطوبه في المطبخ قللت الصلاحيه بتاعته او مفعوله. ده بالنسبه للماده الرافعه بتاعت البيكنج باودر، اهوت بتاعت الكيك دي، مهمه جدا على فكره علشان بتهبط مننا. هناخد اللوز بنحطه كده على البيض والمكونات بتاعتنا اهو، اصبح في لوز مع البيض، يا مزاج اللوز. حلو، ناخد الدقيق بتاعنا الجميل الحلو ده كده، نحط عليه البيكنج باودر. شفت البيكنج باودر اترش كده عليه، ونحط عليهم الكاكاو ونقلبهم كده، كاكاو بيكنج باودر بالشكل ده كده اهو. عايزه تزودي الكاكاو شويه مفيش مشكله، ده اختياري، ولكن انا مع اجيب نوعيه كاكاو جيده موجود في السوبر ماركت، انواع كتيره منها الرخيص ومنها الغالي الحلوه، مش بقول لك جيبي الغاليه او جيبي نوعيه جيده. حلو، دون ذكر الاسماء، علشان دي طبعا هي بتكون الاساس في طعم الايه؟ الكيكه. ما عندكيش كاكاو، ممكن تجيبي الشوكولاته وتبشريها وتحطيها مع الدقيق. اه، نبدا نحط كده، الله. اه، الموضوع سهل خالص. عملت كيكه بالكاكاو واللوز، وبنفس المعلقه اقلب مش بالمضرب، دي معلقه خشبيه ممكن اقلب بيها، صالحه لتقليب السوائل. القالب جاهز والقالب غالب، درجه حراره الفرن يا شفيق 180 جاهز، استعد عشان لو انت رايحين على الفرن. الله. موضوع لطيف خالص وجميل زي الفل. تاني عملت ايه؟ المواد السائله خفقتها مع بعضها كلها، البيض مع السكر مع الحليب مع الزيت. اول حاجه بدات بهم البيض والسكر عشان اتاكد ان مزيج البيض كله بقى سائل واحد. شايفين قطع اللوز؟ جبنا تفاصيل اللوز في قلب الكيكه، يا مزاج اللوز يعني اوميجا 3، يعني مش هننسى اسم الحبايب والغاليين علينا. اهو لوز، اه فايدته ان هو بيعالجنا من الزهايمر. اه، حلو الكلام. ناخد القالب بتاعنا، نوسع الدنيا كده عشان الاساتذه المصورين حبايبي. الفرن احنا مأمنين عليه زي الفل، اللهم صل على النبي. اهو قالب بقى. طب ليه عملته قالب كده يا شيف؟ ليا فكره انا بقى تاني. ايه هو؟ ان بعد ما تستوي هتطلع كده زي ما هي، بقى عندي شويه فواكه فروت سلط بقدمها بقى بشكل شياكه بقى. عندنا الفواكه الشتويه بقى، البرتقال واليوسفي، وعندك عنب، عندك جوافه، الفواكه اللي موجوده تجيبي تقطعها فروت سلط وتحط عليها شويه عسل، يجي على ايامنا كلها عسل ولا امين. ونحطها فين؟
مكان التجويف بتاع القالب اللي احنا هنشوفه دلوقتي بعد ما تستوي. تبقى انت عملت كيكه بالشوكولاته او بالكاكاو واللوز والفواكه كمان. حلو الكلام؟ اي فواكه بقى مش لازم يعني. حلو؟ اسمحوا لي اخد المقدار كله عشان حرام نسيب ده. اوعى تقلبي بواحده فيها بصل وتوم. خلي بالك الحاجات الصغيره دي تفرق. يجي جوزك ياكل يلاقي الكيكه ريحتها توم وبصل. جايه منين ما انتش عارفه. نسيتي وقلبت بالمعلقه اللي فيها توم وبصل. زي انا ما بشتغل كده. مفيش تبذير ولا حاجه. حلو؟ وناخد الباقي كده زي الفل. تمام. كده انا خدت كل حاجه. دي بقى ما يتقلبش عليها بمعلقه، بهزها كده هزه. هز يا كاكاو. درجة حرارة الفرن عندي 180، المكان بتاعها فين هنا؟ اللوكيشن بتاعها فين؟ حد يقول لنا بقى. هنمسك. الله عليك حبيبي، شاطر. بصوا الأستاذ مصور سبقني وقال لي تعالى. ده المكان بتاع الكيكة عشان تطلع معاك صح. اللي بيسألها على السوشيال ميديا الكيكة بتهبط مننا، بنيجي ناكل منها بنلاقي منها جزء مستوي وجزء مش مستوي، بنلاقي قلبها طري لسه، كل الحاجات دي أنا بشوفها على السوشيال ميديا. بصوا تاني على الفرن، لو أنت عندك الفرن الكهرباء ده مكانها. على ارتفاع 3 سم من ارضيه الفرن. لو انت عندك فرن غاز عادي بنفس الطريقه، بتشيل الشبكه وتحطيها على الشبكه بتاعه الفرن الارضيه. بالشكل ده كده. يلا نقفل الفرن. التايم بتاعنا بالحجم اللي موجود ده كده عايز لها من 30 ل 40 دقيقه. ما تفتحيش الفرن غير بعد 20 دقيقه. اقفل يا سمسم. هناخد بعدين ونطلع فاصل صغير، بس بعد الفاصل نشوف الحته الكندوز دي كده ونصلي على الحبيب. اللهم صل على النبي. الجزار ده بيحبنا. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لتفاصيل عمل صحن او طبق او جاط. خلونا نتكلم بكل اللغات. متبل باللوز او بالجوز، هنشوف تعملوا مع بعض ازاي. الطبق ده مشهور جدا في بلاد الشام وخاصه في حمص في سوريا. تعالوا نشوفوا نعمله مع بعض ازاي بالطريقه البسيطه السهله. الطبق ده لو تعمليه بالطريقه اللي انا هعملها هتاكلي صوابعك وراه وانت بتاكلي. ده يتاكل ازاي؟ يتاكل مع العيش او البقسماط، لطيف جدا، كله عناصر غذائيه. مكوناته على الشاشه: طحينه يعني زيت سمسم يعني اوميجا 3 يعني جمبري جامبو، معانا دبس الرمان مفيد جدا مش محتاجين نتكلم عنه، الرمان ومشتقاته. معانا هريسه فلفله حلوه مفيده جدا بتنشط الجهاز الهضمي وفيها سبايس وفيها طعم مميز جدا. معانا عين جمل اللي هو الجوز السليم ده كده جبناه ومتقطع ومبشور بالشكل ده كده او بتكسر. معانا بقسماط ناعم. حلو الكلام؟ تعالوا شوفوا نعمله ازاي مع بعض. ومعانا التوم. المقادير على الشاشه شفناها. نبدا نشتغل في الطبق ده كده. لا هو بتنجان ولا هي ايه؟ طحينه. حلو الكلام؟ طاسه على النار. بنحط في الطاسه دي يا عم الشيف شويه زيت زيتون مع التوم. اعمليه بنفس الطريقه. حلوه وبصله ناعمه عشان هنعمل حاجه حلوه دلوقتي. ده زيت زيتون. اللهم صل على النبي. كثيف شويه حلوين يعني محترمين كده. هو ده تمام. وادي الطاسة. بصلاية حلوة كده مش هستنى عليها لما تتحمر. بالشكل ده كده. على فكرة ممكن تتعمل ني في ني، بس أنا مش بحبها كده. أنا ضد البصلة النية في طبق مقبلات. وأنزل بالتوم ده كده وأسيبه على النار. مع زيت زيتون برضو كثيف. كتير كده. عادي. حلو. واستنى عليهم كده لما يتحمروا يبقى لونهم حلو. بصله وتومه ناعمه خشنه شويه مفيش مشكله، كده كده هيتضرب في الكبه دلوقتي. حلو. واستنى عليها هسه تاخد لون وفرصه اللحمه بتستوي على النار والكيكه بتاعتنا في الفرن. ومهم جدا يا اختي يا خالتي يا امي يا ستي الكل يا كل اللي بيتابعوني، ما تخش المطبخ بتاعك تنظمي وقتك
وتنظمي وقفتك في المطبخ والتايم بتاعك، عشان مطلوب انك انت ما توقفيش وقت كبير في المطبخ، وتستغلي وقفتك في المطبخ في كل حاجه. زي ما انا دلوقتي حطيت اللحمه بتاخد وقت كبير على النار بتستوي، بعدها حطيت الكيكه في الفرن بتستوي كده، انا واقف في المطبخ في انتاج هيحصل معايا. حلو الكلام؟ اه ده والنظافه مطلوبه برضه واحنا شغالين كده مع بعض. اه اللهم صل على النبي. اهو بصله ثومه خلاص في طريقها للاحمرار، في طريقها للاصفرار. الاحمرار على وزن الاصفرار. اه حلو. ناخد الفلفله الحلوه الهريسه الحلوه دي كده اهي، يا ويلي جايه دي، ونقلبها. لسه ما خلصتش، اصبر على رزقك. البقسماط البطحون اللي عندنا للامانه مش البقسماط بتاع البانيه، عشان نبقوا فاهمين الموضوع، عشان اللي بيتابعونا اخواننا في الشام حبايبنا اللي بوجه لهم تحيه كبيره سواء في لبنان او في سوريا، مش البقسماط اللي هو بنعمل بيه البانيه، البقسماط اللي هو بتاع الشاي الطويل ده اللي بيبقى بسبسب وحبه البركه، في منه الساده مقرمش، هو ده اللي انا اقصده. ده بيتجاب ويطحن. حلو الكلام؟ اه اهو معايا اهو، حتى تلاقي لونه حلو بالشكل ده كده اهو، ده موجود معانا اهو، ده البقسماط اللي هو بيبقى ساده من غير لا حبه البركه ولا السمسم. لقيت بالسمسم هاتيه، بس بلاش اللي بحبه البركه، ليه يا مغازي؟ علشان اللي بحبه البركه ده هيسود لي الخليط اللي انا بعمله ده كده. بحط دبس الرمان. العب يا رمان. اه ايه ده؟ ايه الصوره الحلوه دي؟ ايه اللوحه الجميله الحلوه دي؟ دبس الرمان ده خليه في مطبخك على طول، تعملي طبق فتوش مش هيقول لا. حلو الكلام. الطبخة دي مطلوبة اهو، شفت الخليط ده؟ هو ده. لسه ما خلصتش. انا عايز اعمل طبق حلو كده، لان ممكن تقعد عندك في التلاجة يوم اتنين تلاتة اربعة تاكلي منها. الخليط ده تاكليه دلوقتي لطيف جدا. زي ما انا شغال كده زي الفل، ببدأ احط شوية فلفل اسود، عايزاها سبايسي بتحط شوية بابريكا زي ما انا شغال كده. لا مش هحط كركم، اتحفظت خلاص. شوية كمون واقلب الخليط الجميل الحلو ده كده اهو، واروح واخده واشيله من النار بقى. زي ما انا شغال كده الخليط ده مهم. واخده كده واجي هنا. حلو قوي. وافتح الكبه دي كده، دي سخنه معلش اخليها هنا. طب اهو ناخد الخليط ده كده قبل ما ننزل بيه، ننزل بالبقسماط بتاعنا ده كده. ده المطحون عليه عين الجمل اللي هو اللوز ده، لوز يا مزاجه اللوز اهو اهو اهو، ده لوز اهو اهو اهو، ينزل كده. شفت مكونات الطبق ده؟ غريبه شويه ها، بس لما تستطعميه دلوقتي هيعجبك قوي. ننزل بالخليط بتاعنا ده كده. ايه يا شيف اللي بتعمله ده؟ كل ده يا عم الشيف كل ده. الطحينة هي المزيج اللي هتلم الشمل ده كله. وتجيب طحينة السمسم مش الفول السوداني، السمسم مش الفول السوداني. علل ولماذا؟ طحينة الفول السوداني بيبقى فيها مرار، ربنا يكفينا شر المرار. جيب طحينة الفول السمسم. دي موجودة ودي موجودة. حلو. ونشغل الكبة بتاعتنا اللطيفة دي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. We'll be right back.
بعتذر عن الازعاج، بس دايما بيبقى بعد الازعاج في كلام حلو، في طعم حلو، في شكل حلو. فخر بيقول لي الخلاط هينفجر. واثق الخطوات يمشي ملك. يلا باشا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ده بهديه لكل الساده المشاهدين، انا شخصيا لما بشوفه على السفره بضعف، ما باكلش غيره. الامانه يعني. حلو؟ نغرفه ازاي؟ برضو في تقاليد لغرفه. طبق بسطح زي ده كده، بننزل بالمقدار ده كده. يا ويلي، خش بقى المطاعم الكبيرة تلاقي طبق فيه معلقتين صغيرة كده مش باينين من أرضية الطبق بالشيء الفلاني. يستاهل والله، لو اتعمل بنفس التكنيك ده يستاهل. ده بقى انت نفسك قافلة مش عايزة تاكلي، تعمليه وتدعيلي. شفت التفاصيل يا شفيق؟ شوف التفاصيل بالله عليك، شوف التفاصيل. والمعلقه بتلعب كده مع الايه؟ الجو ده، الليونه والمزيج ايه الحلاوه دي يا شيخ؟ ايه الجمال ده؟ فيها لوز؟ فيها لوز. تاني البقسماط اللي بتستخدميه لعمل الطبق ده، مش البقسماط بتاع البانيه، مش العيش اللي عندك اللي انت عاملاه في قلب الكبه، لا، بتجيب البقسماط اللي هو العيدان اللي موجود بتاع الشاي اللي بنشوف بعض الموظفين ياخدوه معاهم كده ويغمسوا بيه الشاي. خلي بالك، نحط زيت زيتون هنا. اللهم صل على النبي. ممكن تطلع فاصل كده وانا قاعد اتناغم مع طبق حلو اود. يلا خلينا ناخد بعدين، ناخد فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نشوف ايه قصه القلقاس وطاجن القلقاس باللحمه مع الخضره. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. عراي مخرجنا الجميل لوحة فنية مكوناتها حاجات كتيرة قوي، لو عديت على صوابع ايدك العشرة هيزيد كمان. لوز، بقسماط رفيع محمص، معاها زيت زيتون، كل دي عناصر غذائية مهمة جدا. معاها كمان توم، معاها بصل، معاها دبس الرمان، معاها فلفلة حلوة، معاها طحينة يعني اوميجا 3 يعني جمبري جامبو. كل المكونات دي بقى بيتغلفوا وتتبلور بخبرة طهوية عشان تعملها بالشكل ده كده. حلو الكلام. لازم تحمري البصلة والتومة على النار، البعض بيعملها ني في ني ما بتبقاش لطيفة وعمرها قصير في التلاجة. ان انا اسوي البصلة والتومة على النار بنفس التكنيك اللي عملته تقعد عندك في التلاجة اسبوع 10 ايام تاكل منها زي الفل. ننتقل الى موقع اخر، الفرن. صلي على الحبيب هنا قلبك يطيب، صلي في قلبك. شوف الحلاوه اللي في الفرن، نطلع الحلاوه ولا نخليها؟ يا طيب، ايه نعم حاضر، قول لي اقلبها. طب يمكن محروقه، اعمل ايه؟ عيط حد ينفعني؟ لا، نبص عليها كده ونشوفها. والمال الحلال ربنا مبارك فيه. والله مش محروقه والله، بس بقى تبرد شويه يا شباب، المصورين فرحانين فيا. مش معروقه والله العظيم، يا معروقه اقسم ب فله يعني. لا يا عم مش محروقه والله العظيم، ده انا بهزر. حلو. نعمل ايه؟ هنعمل حاجه لطيفه قوي، هنعمل كده
اللهم صل على النبي. أبا ساحر يا أم غازي، ساحر يا أم غازي. لسه لسه، جيب الصورة الحلوة دي بقى، جيب الصورة الحلوة دي كده بقى وصلي على الحبيب. هو ده هو ده. لا هو هنا، أنا قصد هنا، هنا في التفاصيل، هنا في التفاصيل دي. بالكاكاو يا غالي، بالشوكولاتة، هي شوكولاتة فواكه فروت سلطة في قلبها كده. انت بتتوجيها بالايه؟ بالورد، حط عليها عسل. ماشي، انا شخصيا احبها كده تبرد، اقطع منها شرايح وبألف انا وشفا. تعالوا مع بعض نكمل حكاية القلقاس واحنا مع بعض كده. اللحمة بتستوي على النار، اعتقد ان هي استوت ان شاء الله. تعالوا نفتح كده ونشوف، معانا طاسة على النار عشان نعمل الطشة بتاعت القلقاس. اوبا، حلو قوي. ننزل بالقلقاس بتاعنا، اللهم صل على النبي. اهو حلو، تمام. نحط بقية البوكيجر دي بتاعنا. القلقاس ما بيخش وقت كتير في السوى، ونحتفظ بشوية عايزينهم. الخضرة بتاعتنا جاهزة. ايه الحلاوة دي يا شيخ؟ عايزاه قلقاس لونه احمر، هتحطي صوص طماطم. بس الشيف المغازي بيحبه ايه؟ بحبه مع رز بالشعريه او رز ابيض ولونه ابيض، ما تحطلوش طماطم. ونغطي الحله عشان نخدرها، ربنا يخدر ايامنا ان شاء الله على الخير. يلا يا حلوه، ناخد الخضره بتاعتنا، الثلاثي المرح اللطيف ده كده، وعندنا ورق السلق اللطيف. مفيش ورق سلق، مفيش مشكله، الخضره بتكفيكي. نفرم الخضره دي كده، اللهم صل على النبي، بالسكينه. الله، هو ده. غسيل الخضروات الورقيه قبل التقطيع ليس بعد التقطيع. المدرسه الطهويه بتقول كده، المدرسه الطهويه العلميه. ليه يا شيف؟ لان لو غسلت الخضار ده بعد ما اقطعه هفقد 90% من العناصر الغذائيه بتاعته، زائد الرونق بتاعه، زائد مش هيبقى له اي لازمه. خلي بالك، شكله وخلاص كده. الخضروات كده، الخضار والميه بتاعتها والسوائل بتاعتها خلاص. ده ما يتغسلش بقى زي ما هو كده. ناخد السلق بتاعنا. تعالى يا غالي، على فكره ام الله يرحمها كانت تعمل السلق ده محشي، من بعدها ما اكلتوش. ورق الخس كانت تعمله محشي، من بعدها ما اكلتوش. الله يرحمك ياما. ناخد ده كده ونشيل ده هنا عشان الصوره الحلوه، وبالسكينه يا عم الشيخ. نفس الطريقه، اوعى تعور ايدك يا حلوه، عشان لما نحط دلوقتي في الحله كل دول هتلاقيهم شويه صغيرين قوي على فكره. غسيل الخضروات الورقيه، جرجير، خس، سبانخ، سلق قبل التقطيع ليس بعد التقطيع. اكتبها على باب الثلاجه يا ام الله يبارك لك. حلو قوي، تمام. هناخد الخضار ده زي ما هو كده، لسه ما خلصتش، ونشيل السكينه ونبدا نعمل الطشه بتاعه الايه؟ القلقاس. حلة شديدة الحرارة على النار، فيها قليل من زيت الزيتون، اللهم صل على النبي. مكعبين من الزبدة زي الفل، تمام، نعمة. ونحط الزبدة يا عم الشيف، ونحط البصلة الناعمة يا عم الشيف، الله. ونحط التومة الناعمة يا عم الشيف، ونقلب. نارك حامية يا شيف، أنا بحب كده. حلو قوي، ونشيل كل حاجة من هنا. معلاية فلفلة حلوة يا عم الشيف. بهاراتك الحلوة علشان ريحة البصل ما تدمعش عينينا. فلفل أسود، شوية الملح، تمام،
شويه بابريكا، شويه كزبره، كل دول مع بعض يا عم الشيف، ونقلب. ده التأسيس بتاع الطش. ناخد الخضار بتاعنا، الثلاثي المرح برفقة السلق، الورق. ننزل بأول حاجة السلق. الله. كده. والخضرة كلها، والبلانشة كده ملهاش عوزة، نشيل كل ده من هنا. مخرجنا عايز نروق المطبخ عليه، عايز ايه قول لي بس، قول لي عايز ايه وانا اروق لك الدنيا. حلو، مطبخي يكون رايق اول باول، صدقيني هتقفي رايقه ونفسك فاتحه حاجه في المطبخ وعايزه تعملي حاجه حلوه. كل ده يا عم الشيف نقلبه. الله. الطبيعي كل ما يتعرض للنار الخضره بتهبط. الله. هنا السائل هيكون ايه بقى؟ ميه من الحنفيه ازعل منك. لازم شوربه اللحمه هنا. لا يعني لو مش موجود بس معانا شوربه لحمه. الله زي العسل يا شيخ. حبيبي. هو ده. الله. اعمل ايه بقى؟ بالراحه كده؟ هو ده، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. بس خلاص، وارجع دي تاني كده. واخد شويه من البوكيه جارنيه عشان مخرجنا ما يزعلش. عندك طريقتين. الطريقه الاولى بتسيب الخليط ده يبرد، تضربيه في الخلاط. لو ما عندكيش الهاند ميكسر اللي معانا، زي ما انت عايزه. نقلب كده. الخضره اللطيفه دي كده اهي، عباره عن سلق قطعناه، بقدونس، كزبره، شبت، كرفس. لا هيخطف الانظار. والشبت هنا يا ست الكل يكون قليل، لان الشبت ده حرامي برضه بيسرق الانظار. انا قلت ما لقيتش التانيه. اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزين السريعه. طحنه كده ناعمه اهي، شفتي؟ يلا. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ ايه الابداع ده؟ ايه السفره الجميله دي؟ ما تخليهاش ناعمه قوي يعني، عشان برضو تفاصيل الخضار تبان. شكرا. دي تتشال كده عشان نحافظ عليها، ترميهاش في الحوض ارجوكي. ناخد الخضره اللطيفه دي كده تنزل على السل. الله. ونقلب التقليبه الحلوه بمعلقه كبيره كده. الف انا وشيفه للي ياكل. تقدري بقى تحطيها في صينيه، تدخليها الفرن ماشي، تقدميها زي ما هي كده ماشي. اكله لطيفه فيها العناصر الغذائيه. ايه فوائدها؟ الولاس غني بالالياف، البروتين اللي موجود فيه والأنسجة بتاعته أنسجة كلها فوائد، وخاصة للجهاز الهضمي، بتساعد على التخلص من الإمساك. زائد الخضار اللي موجود فيها، كرفس قصدي بقدونس وكزبرة وشبت، لطيف للمعدة. البروتين اللي موجود في الشوربة بتاعت اللحمة، الثوم والبصل ومكوناته، يعني أكلة كلها إيه من خير أرضنا، وكل عناصرها الغذائية الجسم بيحتاجها. عندنا الغرف هنا في كسرولة زي دي كده. انا عايزك بس مخرجنا الجميل الله يوفقك، انا عارف انا بحبك، جيب لي قبل وبعد، نشوف قبل وبعد. قبل وبعد ده القلقاس بنشتريه طبعا،
وانت بتشتريه خلي بالك ما تجيبيش اللي هي فيها علامات مجوفه مش كويسه، بتجيب اللي زي دي. والدرنيات بتاعته القلقاس من الدرنيات زي البصل زي الجنزبيل زي الجزر كل ده لازم يتغسل كويس قبل ما تقطعيه وتجيبيه جنب البنانشه والسكينه علشان فيه رمله وطينه وحاجات كده، بتخلص منها كويس وبعدين نقطعه. خلي بالك ده مهم جدا، وتغسليها وهي سليمه مش بعد التقطيع. غسلتها وهي سليمه قطعيها وبعدين استخدميها زي ما احنا شغالين كده. القلقاس بتاعنا غلي زي الفل، اللهم صل على النبي. تعالوا بقى هنا نغرفه هنا، وانا بغرفه مخرجنا الجميل حابب تنهي الحلقه، انا خدامك تحت ابرك اهو. يلا حلقتنا ببساطه سهوله مرونه، سيبوني اعيش مع القلقاس. عملنا كيكه بالشوكولا والكاكاو وعملنا كمان حاضر وعملنا المقبلات الجميله الحلوه زي الفل. الله، اللحمه هوبر عشان ضيوفنا الحلوين، كل واحد ياخد طبق زي ده كده، عدل ورز ابيض او رز بالشعريه. انت بتاكله بايه يا شيف؟ بصراحه باكله مع رز بشعريه، هو والباميه. الملوخيه مع رز ابيض دايما يقول لك يعني نعرف الشيف ايه، هو ده ذوقي انا، الباميه رز بشعريه، ملوخيه رز ابيض، والقلقاس رز بشعريه. الف انا وشيف. ناخد شويه من الحلوين دول كده، يعني بساطة سهولة مرونة خبرة طهوية، تخش مطبخك تعملي كل يوم أكلة بطعم تاني وبشكل تاني بتفاصيل صغيرة تقدري توصلي للطعم اللي انت عايزاه. رؤية وجمال على شاشة القناة الأولى، فن إبداع كل يوم بتشوفه من مزبيرو. منين يا عم الشيف؟ من مزبيرو. We'll be right back.